قوانين لازم تخلص لولا فالكور وتركو تركو كونكتي انا بدأت كده بطر انا اي واحد من الاربع دوما لازم يكون مربوط بالاخر انا حتى كان ضعيف هذاك لازم نربطوه بالقوي بالكل فما ريزو بيناتهم فما كونكسيون بيناتهم هما يفهم بعض من باش ينجموا يربطوا بعض من باش ينجموا ناخذوا الضعيف هذاك ناخذوا عند واحد قوي ياسر وبعد يعطينا انترنت ولا ياخذ ولا الازرق هذا الديركسيونال اللي قلنا عليه يعطي الاحمر باش هو ينجم كما قلنا الازرق هذوما يتفاهموا كامل بين بعض ما ينجموش ما ينجمش عبدي كونكتي بس نشوف هذا التصويره وانا نشوف الازرق والاصفر نشوف الازرق والنور الازرق والاحمر كل ينجموا يتربطوا مع بعضهم كل يكون كونوا انترنت اقوى كونوا انترنت مع بعضهم اقوى لا لا انترنت اقوى كل اوكي ذا سكند رول Les routeurs omnidirectionnels peuvent être connectés à plusieurs autres routeurs dans n'importe quelle direction. So the purple and the yellow routers that connect, if you remember here, they connect all around, So those routers can connect between all of themselves. أنا والله بلدي يعطيك or to see what the highest building is. Yeah. The idea is that when you start, you have the tall buildings, and then you can put, as time goes on, you can put antennas lower down that will also connect and they will provide signal to people. I'm not a good artist, so my apologies. But people will then be able to use the signals on the street. قال من الاول باش نحطوا لي زونتين في لي باتيمون العاليين بوفورمي